مساكم الله بالخير ومساك الله بالخير لولو، ويا مرحبا فيك ويا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام. مساك الله بالنور والخير والسرور، مساكم الله بالخير. المرأة البحرينية يا لولو ويا مشاهدينا الكرام من نشأتها وهي مبدعة ومشاركة في كل الفعاليات ومحفزة لعمل الخير، وطبعا هي مشاركة للرجل في المسؤوليات اللي ترفع من شأن بلدها. عشان كذي مو بغريبة اللي بيتم الليلة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من احتفاء بصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، واللي على ضوءه راح يتم الإعلان عن جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة. فعلا هذه جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم العالمية لتمكين المرأة، واللي نفتخر فيها كلنا كبحرينيين، راح يتم فتح باب الاشتراك في دورتها الأولى خلال هذه السنة إن شاء الله، وهذا الشيء يتقدير لإنجازات المؤسسات العاملة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو الأفراد في دعم ومساندة دور المرأة التنموي. ومن أهداف الرئيسية حق هذه الجائزة هو نشر رسالة للعالم تنطلق من البحرين اللي تم اختيارها عاصمة للمرأة العربية هذا العام، حول ما يمثله من دور المرأة في التنمية من أهمية كبرى وتأثير هذا الشيء على تحقيق الاستقرار المجتمعي الشامل، بالإضافة إلى تشجيع الجهود الوطنية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الرامية إلى تمكين المرأة وتفعيل دورها كشريك متكافئ في دفع عجلة التنمية الشاملة المستدامة وإتاحة الفرصة للتقدير الدولي العلني لإنجازات المؤسسات والأفراد في مجال تمكين المرأة، وبعد تعظيم أثر منهجيات إدماج احتياجات المرأة في مسارات التنمية وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الواقع اللي تقدم المرأة. صدقتي يا لولو، الحمد لله والله اليوم المرأة البحرينية شريكة في كل شيء، هي لها مساهمات في البناء تصل إلى 100 عام، خصوصا في مجالات التعليم والطب والتمريض والتجارة، وطبعا المشاركة السياسية اللي بدأت تتشكل ملامحها مع تأسيس أول مجلس بلدي لولو في العشرينيات من القرن الماضي. أكيد، وما ننسى دور المجلس الأعلى للمرأة اللي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم، واللي يهك آلية وطنية مختصة في شؤون المرأة يعتمد ويستند على الأرث والثراء الحضاري للبحرين. كل الشكر والتقدير لسيدة البحرين الأولى على دعمها للمرأة البحرينية ومشاركتها الدولية عبر الجائزة اللي تحمل اسمها، عشان تحفز المجتمعات على التفكير والعمل الإبداعي في مجال تمكين المرأة بما يحقق لها والأسرتها ومجتمعاتها مزيد من الأمن الأسري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي. خلنا نشوف فواز عناويننا ونرجع. يلا. أمس عقد في جمعية صيادين المحترفين مؤتمر صحفي، تحدث فيه رئيس وأعضاء الجمعية وعبروا عن رفضهم عن قرار إدارة الثروة البحرية واللي نص على تمديد فترة حظر صيد الربيان لمدة 6 أشهر بدل من السابق اللي كان 4 شهور، واللي من المفترض أن يتطبق اليوم الأربعاء القادم. الصيادين أو أصحاب البوانيش اللي خاصة بصيد الربيان قالوا أنه ما في أي وظيفة يعطي فيها العاملين إجازة لمدة 6 شهور، وأن سران هذا القرار يسبب لهم خسائر كبيرة، وبعد قالوا أن القرار يفتقر للدراسة الدقيقة وأن الوزير المعني يرفض أخذ رأي الصيادين ويرفض اللقاء فيهم. هذا الموضوع بحسب يعني رصدنا ومتابعتنا لا يتكرر كل سنة، أصحاب البوانيش بحسب ما نسمع يمارسون ضغط وأمور ثانية عشان تقليل فترة صيد الربيان، بينما الكثير من الناس ومنهم بحارة يطالبون بتشديد فترة أو بتمديد فترة الحظر حتى أكثر من 6 شهور. اليوم عندنا أكثر من رأي، لأنهم يقولون أن أدوات صيد الربيان اللي هي تمس أو اللي هي تسمى الكرف تخرب البيئة البحرية وتضرر منها بحر البحرين. إحنا قبل أن ندش مع ضيفنا في صلب هذا الموضوع، خلينا نشوف ذي التقرير نستعرض فيه رأي بعض البحارة واليزازيف عن قرار حظر صيد الربيان لمدة 6 شهور. شوف التقرير وراح نرجع لكم. والله 6 شهور الربيان زين. ليش؟ لأنه علشان يكبر له، إذا ما يعني بعد يعني إذا
شهرين والله ثلاثة ربيانة بعد صغيرة. والله بالنسبة للربيان صراحة يعني هذا في صالح المواطن والمواطنين. ستة شهور زينة بالنسبة للبند، لأنه بكون يتكاثر ويتبايض الربيان، بكون على كمية كبيرة بيصير. والله هو المفروض يبندونه لأن على أساس يتكاثر أكثر. له شو اللي عام يوم انضبط يعني ضبطوا هذا صار صغير صيد وايد. وداعيه يا آخر ليلة تجمعنا، وداعيه أعز الناس يودعنا. والله هو الربيان هو اللي يأثر على الكراب، هو اللي يأثر على المبحر، مباحر السمك. احنا ناخذ ما ناخذ ربيان صراحة، وقت المن ما نشتري ربيان، ما نشتري. انا شغلتي كل سمك صراحة، اكثر شيء يبيع في السمك. اي بس بعد اللي يصودون يتضررون، له من يعطيهم من يعوضهم. انت بتصيد بتبندى وتحكم الشغلة، بس هذا لين بعد عندهم عوائل، له تشغيل البوانيش، تل عندهم معاشات مال الهنود والوياز. عسى الله يصبر الموعود ليلة، انا بعدك عمر ما يبون مال هذا ممنوع، يبون وايد يبون. ناس عوالم تشتغل، والله تشتغل عوالم يبون. يعني هني السوق ممنوع، اسفل فرجان وهذا يبيعون وايد. السوق ما حد كل برا هني يخافون، لان هني في السوق غير، يختلف عن برا. وهاي الممنوع هذه يعني مو شيء سهل الضبطه. يعني بتحد للدور، ايش قد بحط دور البحرين كلها بتحط دور رياض. ايوه هذا الربيان يصير ساعات تحت السيف تقرف قرفه الصيد. والله بعد يدبروا روحهم، هلا اقول برادات موجود. عادي اي موجود البرادات المجمد، ما مش الحين حتى السمك لو يتوقف بعد حسب البرادات يجيبون من الخارج. يعني شفنا الآراء مختلفة بالنسبة لعملية حظر صيد الربيان، البعض مؤيد والبعض معارض لهذه العملية. ما نشوف المؤيدين أكثر خاصة في السوق المركزي، يمكن أنتم عندكم بعد ناس معارضين أكثر لهذا القرار. عموما أرحب بضيفي الكريم هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الأمير المغني، عضو مجلس إدارة جمعية الصيادين البحرينية. مرحبا فيك عبد الأمير، وسعداء جدا بوجودك. أهلا وسهلا بكم، وحييكم وحيي المستمعين وحيي شعب البحرين الكرام. يا مرحبا فيك. تابعنا اليوم في الصحف وتابعنا المؤتمر الصحفي الخاص اللي أقامته جمعية الصيادين بالنسبة لرفض عملية زيادة أو تمديد عملية حظر صيد الربيان. ليش أنتم مع ضد؟ ليش ضد أنتم مع هذا القرار؟ إحنا طبعاً أستاذ المشكلة معترفين بها إحنا كجمعية صيادين إن في مشكلة موجودة في قطاع الصيد ككل وليس في الربيان فقط، ولكن إن التوجه إن المشكلة هي مشكلة الربيان. اعتراضنا على ستة شهور، لأن ستة شهور لما أنت توقف شخص ستة شهور، أعرف إن إحنا نبحر أربع شهور. ليش؟ لأن شهرين هذه بتروح علينا الطقس يحكمنا صيادين، الهواء والطقس الجو ويحكمنا الأعياد والمناسبات. يعني منشتغل أربع شهور، الأربع شهور هذه اللي منشتغل فيها إيش منكد فيها إحنا؟ عبد الأمير يعني دائما اللي يشوف البوانيش اللي تطلع حق الربيان اللي موجودين فيها آسيويين، والآسيويين موجودين حق عملية صيد الربيان، فما يهمهم يصيدون في عيد، يصيدون في رمضان، يصيدون في مناسبات، ما بتهمهم المناسبات الوطنية. فليش أنت تقول لي بنعطل أربعة شهور فقط بنصيد وبنعطل شهرين زيادة؟ يعني عملية الصيد فقط أربعة شهور من أصل 12 شهر. تعرف إن الآسيويين أعيادهم أكثر مننا نديل الهنادم، بس ما يطلعون هنائيين يشتغلون، فما تلاقيهم يطلعون لا أكثر. لا فيه، وخفر السواحل تدري والتسجيل ثابت، يعني إن نأوف أوقات كثيرة. والطقس تعرف انت الاجواء تقلبها، والتحذيرات من اداره خفر السواحل تمنع دخول البحر. انا السؤال يتبادر لذهني قبل الامير، انت لما تقول لي احنا بنوقف اربع شهور او بنوقف ستة شهور وبنشتغل نص سنه كامله، الحين اللي يطلع في صيد الربيان ما يطلع حق صيد شيء ثاني فقط للربيان؟ اللي يصيد ربيان ما يصيد سمك ثاني؟
لا لا الحين انت طبعا الثروة السمكية حددت رخص الربيان عن فرزت رخص الربيان وعن رخص السمك. يعني اللي يحمل رخص ربيان ما يشتغل اسماك. ما يقدر يحط حضور، ما يقدر يحط قراقير في البحر يصيد من خلال السمك، يقدر؟ لا ما فيه، ممنوع. يزاول بس الربيان فقط. كان سابقا في بداية عهد حظ صيد الربيان 1980 لما حظر الربيان في البحرين ابتدى، سمو الامير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان رحمة الله عليه، الله يرحمه طيب الله، ما رضى على الصيادين، قال يعني احنا نبندهم 3 شهور ويتمون وين ياكلون ويشربون. فعطى اجازة ان اللي يحب يمارس صيد الاسماك في 3 شهور الاجازة يروح مؤقتا، واذا ابتدى موسم الربيان يرجع. بس كم عدد الصيادين في ذاك الوقت وكم عدد الصيادين اليوم في 2017؟ اليوم العدد كبير وهذه لب المشكلة اللي عشان كذي انت لازم تزيد فترة الحظر، انت لازم تخلي فترة الحظر اكثر من قبل 3 شهور، لان عدد الممارسين لمهنة صيد الربيان عدد قليل جدا، ما يتجاوز يمكن 100 شيخ، صح ولا انا غلطان في ذاك الوقت؟ طبعا اليوم كم عددهم اللي عندهم الرخص؟ اليوم العدد 380 ترخيص، والثروة السمكية صار لها سنين تنادي بتقليص الرخص. للاسف هذه الاخطاء قامت بها الادارة المعنية. وما ندري يعني ما نتهم اي احد، بس الشيء موجود إن المفروض الرخص مصائد الربيان السمكية تستوعب 70 سفينة صيد. هذه على مدى سنوات سابقة إصدار الرخص؟ على إصدار الرخص، فالرخص عمالها سنوياً تزداد، إلى أن وصل العدد إلى 380 ترخيص الحين حسب تصريح الدكتور جمعة الكعبي في آخر وزارته. أنا استغرب عبد الأمير، أنتم اليوم في المؤتمر الصحفي اللي عقدتوه أمس واليوم في الصحف اللي موجود أشدتوا بالوزراء السابقين، 6 وزراء ما اتخذوا دي القرار إلا بعد مناقشته معاكم، صح ولا لا؟ لا القرار اتخذ كان 3 شهور سابقا لكن ما تم أي اتخاذ أي قرار إلا بعد ما تشاور مع جمعية الصيادين. اليوم أنتم تتقدون الوزارة وزارة البلديات بعدم تشاور مع جمعية الصيادين ومباشرة إصدار مثل هذا القرار. احنا ما ننتقد، احنا شيء موجود ويتحمله المسؤولين اللي مروا بهذا القطاع. من المفترض ان رخص الربيان ما تزيد، في تصريح الى الاخ جاسم القصير في 2006 يقول بان رخص الربيان عندي 250 رخصة صيد. هذه في 2006؟ في 2006. زين هاي في 2006 250 رخصة صيد ربيان، والمساحة مالت صيد الربيان خلها بس خل المشاهد يشوف هذه القصة، ومساحة الربيان 70 سفينة. زين هذه في 2006؟ هاي في 2006. مع العلم ان مجلس النواب لما تواصلنا وياه في 2002 صدر قرار بان رخص الربيان لازم رخص الربيان والاسماك تحتاج حق تخفيض. تمام، فالان الرخص زادت، ليش زادت؟ هل يحاسبون الصيادين في ازدياد الرخص؟ احنا مو اصحاب اللي زدنا الرخص، اللي زادته الجهة المعنية. بس انا شايف انت كاتب بخط يدك 382 رخصة مقابل 250 رخصة، فالجديدة صارت 132 فقط رخصة. لا الجديد هذا الاحصائية اللي بخط يدك انت الاحصائية الله يسلم 382 رخصة الموجودة حاليا 250 كان في 2006 اللي زادت 132 رخصة من 2006 ل 2017 11 سنة. ما تشوف ان عدد الرخص قليل نوعا ما مقابل 11 سنة عدد السكان يزيد؟ لا ما يصير عدد، حتى لو زاد عدد هذا ما في عدد سكان، ما في عدد سكان، ما فيها نسبة وتناسب بالنسبة. هذه ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها، ولا يجب ان تزداد الرخص. لازم الرخص تحدد وتم في تداول، وهذا قرره مجلس النواب. جمعية الصيادين، برجع لمجلس النواب وبرجع لدور أعضاء مجلس النواب المحترمين بالنسبة لدعم جمعية الصيادين أو دعم الصيادين بشكل عام، ولكن احنا نتكلم عن خوف جمعية الصيادين على البيئة البحرية والثروة البحرية. اليوم نشوف صيد الربيان أو الكراف بين قوسين إن صح التعبير هو اللي سبب في دمار البيئة البحرية، تتفق معي ولا تختلف؟ لا ما اتفق معك. ليش ما تتفق؟ لان في مصائد ربيان وفي مصائد اسماك. فالربيان يتواجد في الاماكن الطينيه وليس في الفشوت، فانت محتاج للكراف، والفشوت والاسماك تتواجد في الفشوت وليس في الاطيان. فهذه مصائد ربيان اسمها. بس انا ما اتكلم عن المرجان وما اتكلم عن الثروه البحريه بالنسبه للمرجان، اتكلم في عمليه صيد الربيان بالشبك الغير مسموح فيه. احنا نشوف سمك صغير، نشوف القبقب للحين ما كبر صغير، نشوف الانواع هذه اللي المفروض انها تربى في بحرنا، صح ولا لا؟ هذه ليش ما يكون لكم موقف كجمعيه صيادين؟ احنا مندافع عن البحر ودافعنا عن البيئه البحريه وعقدنا الندوات وعقدنا كل شيء،
والاسماك اللي تقول بها مصاحبه مع الربيعان، ترى كل مهنه صيد في البحر يوجد معاها مصاحبه اسماك تلف يعني غير صالحه باصطلاحنا، حتى القرقور يجيب اسماك غير صالحه، الحظر الموجود في السيف توجد فيها مصاحبه اسماك غير صالحه، في الاسماك الموجوده مع الربيعان اسماك طينيه، لذلك هي ممكن تكون موجوده في الشبك مع الربيعان. ايه هي اسماك طينيه ما لها معنى، الزمرور وهالقرضي وهالاشياء. في بعض الناس لما اوادم يخالفون مو معناته ان كل الناس يخالفون، في ضوابط تحكم المخالفين، وفي الان جهاز التتبع اللي قامت به اداره خفر السواحل متمثله في وزاره الداخليه مشكورين، يحدد من المخالفين، لو انسان خالف يوقفونه. هذه ما يروح بالصيد، شنو اللي طلعتوه؟ ما يروح مصائد اسماك، مصائد الاسماك غير ومصائد الربيان غير. انت ما تقول لي ان بحاره الربيان كم طن يوميا ينزلون في السوق ويغدون السوق؟ حوالي 12 طن يوميا. بس انا اقول لك عشان يستمر هذا العدد وهذه الكميه من الربيان لازم يكون في فتره حظر عشان الربيان تقدر تنمو وتكبر وتتكاثر. في حلول غير هذا الحلول. شنو الحلول؟ شنو الحلول؟ ما يصير تتخذ حلول تضر بهالصياد ولا تنفع بهالبحر البيئه البحريه. انت صدرت قرار رايح تضر بفئه كبيره وتسوي عمليات فقر، بينما ان الحكومه الرشيده قاعده ترفع من هذه الاشياء، تعطي علاوه غلاء، تعطي علاوه اشياء كثيره على اساس تحد من هذه المشاكل. وحطوا علما قبل ما نرجع حق الحلول، وحطوا علما بان هذا القرار مو بقرار فقط للبحرين، هو قرار خليجي تم الاتفاق عليه قبل 3 سنوات، البحرين اجلت العمل فيه لغايه 2017 حتى الصيادين ممكن يتعايشون مع هذا الوضع، يشوفون لهم يعني حل، او الحكومه تشوف حل حق هذا الموضوع. فتم تاجيل بدايه يعني تنفيذ هذا القرار ل 2017. الأشياء الخليجية مو كل شيء في الخليج ملزمة البحرين تسويه. لا هذه ملزمة. لا مو ملزمة. فترة حظر صيد الربيان. رفض معاله. أنت لما تنظر إلى الجارة السعودية إن رخصة الربيان رخصة الصيد مفتوحة، يعني الصياد يشتغل. ما في فترة حظر؟ لا في فترة حظر. بس لما يبند بحر الصياد مع الربيان يروح أسماك. هذه واحد من الحلول. هذه واحد من الحلول اللي انت شنو الحلول اللي تقترحها اخوي عبد الله؟ انا اقترح الحلول اللي تنفع الصياد وتنفع البيئه البحريه. مثل تخفيض سفن الصيد على مقدار رقعه البحر. تخفيض سفن الصيد. سفن الصيد سواء ربيان او اسماك، حتى الاسماك تتخفض، لان اليوم عندنا 1630 ترخيص سمك وربيان، نشيل منه 332 رخصة ربيان تبقى عندنا 1248 ترخيص أسماك. اليوم بحرنا مساحتنا البحرية ما تستوعب هذا العدد، معناته أن حتى الصيادين الأسماك يمثلون خطر كبير على المصائد الأسماك، وهم يسببون ضرر أكثر من اللي يسببون صيادين الربيان. بس أنتم كجمعية أنتم معنيين بصيادين الربيان وصيادين الأسماك. نعم معنيين معنيين. وإحنا شنو الإجراءات اللي اتخذتها الجمعية بالنسبة للمخالفين؟ وبالمخالفين فترة الحظر، المخالفين في عملية الصيد اللي أتكلم عنها اللي تخرب البيئة البحرية. لا يمكن يكون إصلاح. أنت اليوم أنتم كإدارة عملت بيئة إلى الفوضى وإلى الصيد الجائر، وهي أعداد سفن الصيد. مو معقول يوم الاستديو يشيل 4 أنفار يجي في 20 نفر. ما يصير. أو أسوي لك وجبة غداء تغدي 10 تجيب لها 100 شخص. اليوم العدد هذا مال الصيادين ما يستوعب البحر. وهي التصريح العدد هذه كلهم محترفين اللي تكلمت عنهم، ولا في الإحصائية هاي فيها هو كل من لا محترفين. الثروة السمكية تقول لك كل من يحمل رخصة صيد تعتبره محترف. حتى الهاوي؟ حتى اي هاوي يعني هذا الاحصائيه انت دخلت فيها حتى الهواء. ايه انا اتكلم حسب مسمى الثروه السمكيه، لكن بعضهم يدشون بحر بس لمجرد المتعه فقط. لا هاك ما عنده ترخيص، مال نزهه ما عنده ترخيص. اللي ما عنده ترخيص ما عنده ترخيص. شوف استاذ فوز، احنا تواصلنا وقفنا وقفه وطنيه في 2009 على اساس نلفت انتباه شعب البحرين ونلفت انتباه الحكومه الرشيده بان البيئه البحريه تمر بكارثة مستقبلية، وإذا ما يكون تتخذ الإدارة المعنية إصلاح هذا القطاع رايح القطاع يتهاوى. وعلى أثر هذه الوقفة زارنا سمو الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر حقيقة،
وقمنا بتوضيح له الأمور وشكرنا على ما قمنا به، وأوصى إلى الوزير المعني الدكتور جمعة الكعبي في ذاك الوقت وزير البلدية، احنا ننزل تحت مظلته ووضعنا الاستراتيجية. وهذا تصريح الدكتور جمعة، قال وزير الشؤون البلدية تقل عمراني الثورة السمكية إن فيه مبادرة إلى تخفيض أعداد الرخص وحل إلى هذه القضية. ما قالوا إن تعال بند الربيان أو بند الأسماك، خفض الرخص هو الحل الأول. خفض الرخص هو الحل الأول للبحر. مو معقول اليوم أنا أصبغ في غرفة وواحد وراي شخبط. غير خفض الرخص، شنو الحلول اللي تملكونها أنتوا كجمعية صيادين؟ إحنا نقول خفض الرخص تحديد سفن الصيد هو اللي بيرجع بالمصلحة على البيئة البحرية وعلى الصيادين. أما إن أنت إجي توقف ناس 6 شهور بدون عمل، ما في قانون عمل في العالم يقول لك تعوقف 6 شهور وقعد في بيتكم. بس أنت سمعت من وين تأكل هذه الفئة؟ أنت سمعت الصيادين الموجودين أو باعين الأسماك في السوق المركزي من التقرير السابق يتكلم أنه من المفترض أنه يكون 6 شهور، خل الربيانة تكبر، خل يزيد العدد. هذه الصيادين يزيد عدد شنو السفن؟ لا يزيد عدد الربيان اللي موجود، الكمية اللي موجودة. عدد الربيان ما يزيد طالما إن هذا العدد الهائل من السفن موجود، لا يزيد الربيان ولا يزيد الأسماك. إذا كان في توجه من الحكومة الرشيدة ومن الجهات المحنية، لازم هاي التصريح مال الدكتور جمعة الكعبي اللي وصلنا إليه إحنا تتبعنا مع الوزارة لازم تنخفض. إذا ما تواصلتوا مع وزير البلديات الأستاذ عصام خلف؟ يعني صارت وقفة في الفترة هذه وانشغل الوزير، تعرف يشغل وزارتين ثنتين. لا أنت تواصلت وطلبت مقابلة؟ طلبنا مقابلة ما حصلنا. الوزير حقيقة بعد أنت تعرف اشتغالاته، مرة واحدة قعدنا وياه في رمضان، رحنا ليه من الساعة فما كان موجود في الوزارة، وإحنا نقدر يعني ظروفه وبس. الأمور هذه منتهية يا أستاذ، منتهية. الإصلاح ما يحتاج إلى مسميات جديدة. أنت بحاجة إلى تخفيض رخص بس أنت ما سلتيني في يدك حل واحد، عطني بعد مجموعة حلول يعني غير دي الحل. أنت يعني أنا يا دي الحل يا ما في حل ثاني. ما في حل، ما يصير ما في حل، لازم في بعض لازم تسوي حل ينفع البيئة البحرية وينفع الصيادين. أما أن تجي تسوي قرار يقتل فئة يمحيها من الوجود، يعني تصور انت 6 شهور، ترى الشهرين يعني في النهاية انت تتكلم عن 6 شهور، انا اقول لك شهرين، هو قبل 4 شهور زاد شهرين صح ولا لا؟ اي 4 شهور. 6 شهور الان منوقف احنا حسب منادات الوزير. انتوا كنتوا قابلين بال4 شهور؟ نعم. احنا نتكلم عن شهرين فقط اليوم زيادة. اي شهرين، احنا نتكلم عن شهرين، انت تقول لي 6 شهور. الان احنا كنا نوقف 4 شهور، الموسم الجاي الاداره تبغى توقف 6 شهور، من 4 شهور الى 6 شهور، فمده الزياده شهرين. ونشتغل 6، هذه الست نفس ما قلت لك بتروح منها اجازات وبتروح منها احوال طغس. انت ما فكرت يوم جيت بتسوي 6 شهور ما سويت حساب ان في فئه عليها التزامات، عليها أقساط، عليها رسوم حكومة، مع العلم إن هذا ما في حلول غير ذي الحل، إن يا تخفض عدد الرخص يا ما في. مثلا بالنسبة أنت تقول لي بتوقف 6 شهور، بدل ما نوقف 6 شهور أو الشهرين لزيادة، هذه في الشهرين ما يتم دفع رسوم مقابل بلا رسوم. زين، والمعيشة الناس اللي في القطاع أعطاهم رخصة للصيد الأسماك في ذي الفترة، بصير خلقت مشكلة في الأسماك. الأسماك بيقل عدد الأسماك، الأسماك يعانون من التزاحم، فأنت بتزيد عليهم اللي عندهم رخص الربيان. أنت رايح تخلق مشكلة، يعني الحين إذا سد ربيان ما يسد سمك؟ لا، كل صياد كم بانوش عنده؟ في البوانش حسب القانون الموضوع في الثروة السمكية إن كل شخص له 3 رخص. 3 بوانيش تقصد ولا أكثر؟ 3 رخص. يعني كل رخصة لها بانوش؟ لا، كل شخص له 3 رخص صيد، بعضهم يملك 3، بعضهم 2. على العموم بوجه عام إن العدد الحالي يا أستاذ فواز إن ما يتحمل بحر البحرين سوى ربيان أو أسماك هذا العدد، ولا يمكن إصلاح القطاع إلا بتقليصه. أما أنت تجي توقف 6 شهور فئة كبيرة ما فكرت شلون يأكلون، شلون يمشون عوائلهم، من وين بجيهم الحسابات هذه؟ المدخول في 6 شهور اللي تم فيها السماح بالصيد ما يغطي 6 شهور؟ لا، ما يغطي. برجع لك، بس خلنا نسلط الضوء على المؤتمر اللي عقدتوه في جمعية الصيادين البحرينية اللي افتتحها رئيس الجمعية وحيد الدوسري، واللي أثنى بالتأكيد على دور رئيس الوزراء في خدمة الصيادين والمحافظة على مهنتهم، بالأخص موقفه في إيقاف قرار تمديد
حظر صيد الربيان في الموسم الماضي، مشيدا طبعا بدعمه ومتابعته المستمرة وزيارته للجمعية ومقابلته لأعضائها والصيادين وسماع شكواهم وإيجاد الحلول لها. شوف هذه السمك، هذه كنا نتكلم عنها أخوي عبد الأمير بالنسبة لي عملية الصيد. أنا أطلق على الجائر إذا كان هذا النوع من السمك موجود، الصغار ذيلة والقباقب بشوف حجمهم صغار، فهذه عملية صيد تعتبر عملية صيد جائر اللي نشوفها الحين حاليا على الشاشة. شوف هذا شو تطلق عليه أنت؟ شوف نفس ما قلت لك، تعرف إن شغلة صيد القراقير يأخذون جيم حق القراقير. تعرف إن الجيم اللي يأخذونه حق صيد القباقب من وين يأخذونه؟ من صيادين الأسماك، يجيبون أسماك كثيرة أكثر من هاي اللي نصيدها إحنا في الربيان، ويشترونها اللي يصيدون القباقب يجيمون بها. هذه السمك اللي شفناها قبل شوي ما ينكل ذي؟ لا ما ينكل، هذه أسماك طينية. هذه أسماق طينية اللي أسماك شفناها. طينية. إذا والقباقب الصغار هذه؟ القباقب هذه يجيبونها يبيعونها في السوق. الصغار. الصغير. الصغير ما منه فائدة. ها؟ الصغير ما منه فائدة. القباقب يجيبونها الربيان يبيعونها. لازم في صغير وكبير. نفس ما قلت لك حتى الحضر. حتى القرقور يصيد أصغر. في كل مهنة صيد فيه. فيه الصالح وفيه الطالح. فيه الصالح وفيه الطالح. شوف تفضل يا أستاذ فضل. هذه شنو عندك؟ هذا الأخ الوزير الحالي للمجلسين. الأخ غانم بعيني. لما تواصلنا في مجلس النواب وصارت تفعيل نوخد البحريني. صرح بتصريح حقيقة لأنه هو من بيئة بحرية ويفهم البحر. جميل، شنو قال؟ قال يجب إصلاح قطاع الصيد بالكامل، ولازم نوضع حل جذري إلى إصلاح قطاع الصيد. حلو، ياكم بنفس وزير المجلسين. نعم. قعدتوا معاهم كأعضاء مجلس النواب. نعم. مجلس النواب. جميل. نعم. حلو، شو وصلتوا له؟ هل وصلنا له؟ قال لازم تتخفض الرخص، وإلا اللي ملا السوق بالتراخيص هم يتحملون المسؤوليه وليس الصيادين. مجلس النواب في يده تشريع القوانين. نعم. الخاصه بهذه. نعم. تم تشريع قوانين. تم تشريع قوانين لكن جميل. ما نفذت. اطلق عليه شنو القانون اللي تم تشريعه في مجلس النواب وما تم تنفيذه؟ اتفضل على الله. وفي سنه كم تم تشريع هذا القانون؟ اتفضل. في سنه كم تم تشريع تقنين رخص الصيد الممنوحه عن طريق منح البحار رخصة واحدة وتعويض عن بقية التراخيص والبوانيش والطراريط، تعويض دعم الصيادين وقود زين. وفي بعد يقول لك هني الموافقة. لا ما عندك نسخة من القانون. تم إصدار قانون ولا ما تم إصدار قانون؟ هاي الأمور نوقشت لكن ما تم إصدار، بس نرفعها حق المشاهد عشان يشوف إن هي هذه. أعتقد إن هي هذه جدول أنت وضعت. هل حطنا مجلس النواب هاي الأمور اللي ناقشوها النواب في مجلس النواب؟ الموضوعات الخاصة بقطاع الصيد والصيادين. نعم. اللي تم مناقشتها في مجلس النواب. إن الرخص ما تزيد. تفضل. هاي في تصريح الأستاذ غانم في كم؟ في 2002. في 2002 يقول الأستاذ غانم حل جذري لقضية البحر. مو الربيان، البحر كامل، وتحميل المسؤولية اللي أغرقها السوق بالتراخيص. إحنا اليوم إذا نقول من 2002 كم رخصة صدرت اليوم؟ تكلم عن 15 سنة. صدرت رخص كثيرة، يعني معناته إن إحنا مو رايحين نصلح، إحنا رايحين نخرب. فإحنا نقول لازم الإصلاح نص ما قال له غانم بعينين يصير جذري. أما إن إجي الصلح. أنتوا عندكم نواب موجودين مجلس النواب وموجودين أعضاء مهتمين بالشأن البحري صح ولا لا؟ نعم. في بعضهم يحبون ويعشقون البحر وبعضهم بحارة. نعم. تواصلتوا معاهم، قعدتوا معاهم كجمعية، وضحتوا لهم المشكلة العودة اللي تعانون منها كقطاع بحري؟ وضحنا. حلو. وضحنا وطلع معاكم. نعم وطلعنا بنتيجة. وهذا أنا قلت لك هاي التصريح الدكتور، وهاي مال التصريح الدكتور جمعة، وقال في خفض تفضل لكن ما في تنفيذ. تفضل دكتور جمعة الكعبي. خفض تدريجي لرخص صيد الصيد وتعويض الصيادين. زين من وين قالوا الحين مبلغ ما في، فاقترحوا إنه صندوق دعم الصيادين. فكرة حلوة. تمام. هذا إلا بياخذ منه نسبة مئوية من سحب الرمال وبتضخ في هذا الصندوق، وعلى أثر هذا الصندوق بتصلح البيئة البحرية. فكرة الصندوق هاي كانت. نعم. سنة كم؟ سنة 2009. 2009 لما زارنا سمو الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء أمر بعد بصندوق، والنواب اقترحوا صندوق، والصندوق خرج ووصل إلى مجلس الشورى، وهي الصندوق عندي نسخة منه. تم الموافقة عليه في مجلس النواب. نعم. وخرج المشروع بقانون إلى مجلس الشورى. نعم. وش قالوا مجلس الشورى؟ عطلوا الصندوق.
مجلس الشورى عطلوا الصندوق. بما انه ما في ضيف عندنا مجلس الشورى فمحنا ما نقدر عطلوه؟ ما نقدر نقولهم عطلوا 100%. يمكن ما عطلوا. عطلوه ارجع عليهم. شنو دليلك انهم ما عطلوا؟ عطلوا دليلي في الصحف ان الصندوق تحفظوا عليه، مع العلم ان مجلس هايد هو بارز الصندوق. بارز اسم الملك. يوم تعطل ليش ما رجعتوا لمجلس النواب؟ ترى الموضوع تعطل. رجعنا وتعبنا. شنو كان قالوا ما بيصير اصلاح. شنو كان رجهم؟ مجلس النواب يوم قلت لهم الموضوع تعطل روح اليوم وتعب بكره وروح اليوم وتعب بكره ولا في جديه في الاصلاح. يعني هاي اللي وصلنا اليها عقب ما اوعز الامير خليفه بن سلمان حفظه الله ورعاه الى الدكتور جمعه وتواصلنا مع الوزير ومع النواب وخلصنا الى نتائج الاصلاح هذا القطاع. تعثرت لان الصندوق قالوا لا بيكون يعني تخفيض الرخص الا عن تعويض الناس. انا اشوف ان اصلاح القطاع البحري مو موضوع شائك جدا، في حلول، بس انت يا كجمعيه قاعد تعطيني حل وحيد. عطني اكثر من حل. انت تسهل لصانع القرار انه يتخذ قرار في صالحكم. عطني اكثر من حل، سهل علي الموضوع. انا اعطيك الحل اللي ينفع البيئه البحريه وينفع الناس، ما اعطيك الحل اللي يضر الناس ولا ينفع البيئه البحريه. انت لما توقف 6 شهور بتضر فئه كبيره، وهذا لين يوفرون امن غذائي حق المواطنين. 12 طن يوميا ينزلون ربيان في السوق. صحيح. وليش الامير خليفه بن سلمان حفظه الله ورعاه العام انا كلمته شخصيا في الفندق الدبلومات، قلت له طال عمرك بس امرت بفتح البحر العام الماضي، وطال عمرك البحر صار خير والربيان كبار وزاد. قال جزاكم الله خير. قلت له هي بركات الله وبركاتكم طال عمرك وتوجيهاتك الحكيمه اللي وهمك حق هالشعب تبيه ياكل، الله من علينا بالخير. قال جزاكم الله خير وبتاكلون الشعب. قلنا طال عمرك اذا سوى البحر 6 شهور هذه الفئه من وين تاكل طال عمرك؟ من وين تشرب؟ من وين تسدد؟ الشعب يبغى ياكل، يبغى ربيان، لان الربيان يفتحونه في فصل الصيف، وتعرف حرارة الجو في فصل الصيف الأسماك تقل ولا في أسماك، فالربيان يغطي السوق. قال بشرب الخير، صدر أمر بفتح بترجع البحر 4 شهور، لأن هذا حقيقة هذا الرجل اللي حاس بالشعب وحاس بالبحارة وحاس بكل إنسان يصرخ بظلامته. وقبله أخوه وعضيده رحمة الله عليه، الله يرحمه برحمة السمو الأمير شيخ حسين بن سلمان، ما وافق 3 شهور ما وافق توقفون الصيادين إلا بتعويضات. الآن يجي توقف اليوم تقول 6 شهور. اليوم ما عندنا ضيف من وزارة البلد، فإحنا في كان من المفترض أن يكون مع ضيف من وزارة البلد، ولكن أنا بقول لك اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي ويانا سؤال عن طريق التويتر يقول أنتم تبون تحتكرون، ما تبون أحد يجي ويحصل رخصة، واحد من البحارة اللي موجودين حاليا الجدد مثل ما تطلق عليهم جمعية الصيادين، يقول لك بعدها مو بحكر عليكم البحر، احنا لنا حق ناخذ ترخيص مثل ما انتم عندكم تراخيص. هل هذا الترخيص بيتم معاكم طول الحياه؟ الله يطول في عمركم ان شاء الله، لكن احنا بعد شباب من حقنا شغلنا بحر، ما نحصل ترخيص؟ لان في 300 ترخيص سابق. انت تتكلم عن اضرار؟ يعني كل ما زادت الرخص يزيد الضرر. انا لازم اسوي توازن. ليش الرخص احنا ما نحددها حسب ترى هذه الرخص محدده في جميع دول مجلس التعاون، حتى المملكه العربيه السعوديه حددت رخص الصيد زين وخلتها متداولة. حتى مجلس التعاون حددوا 6 شهور لفترة صيد الربيان، نفس العملية هي واحدة. بس ما جيد في أشياء رفضها حتى الأمير خليفة الشيخ عيسى رحمة الله عليه لما راحوا له أبانا وقالوا ليه ترى طال عمرك بيبندون علينا البحر. قال إحنا عند مجلس التعاون، لكن احنا مو كل شيء في مجلس التعاون وافق عليه، احنا بعد عندنا مواطنين ونشوف مصلحتهم. بس لو جيتك انا الحين مثلا قلت لك يا اخوي عبد الامير عندنا حل واحد ما في ثاني له، يا ان احنا نفتح الرخص او نفتح البحر ما في فتره وقف 2 أو 3 شهور، وهذه بالتالي خلاص عقب سنه سنتين ما راح تشوف ولا ربيانه واحده في البحر، او ان نخليه 6 شهور مقابل 6 شهور، ايش بتقول لي؟ انت جاي تدمر، جاي تخرب القضية. مو قضية، لا 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 ما بزيد الرخص. أقول لك يا أنا أخليها 6 شهور أو أن أخليها لكم 8 شهور وبعدين لا تقول لي وين الربيان في البحر. أنا مو أقول لك وين الربيان، أنا أقول لك حتى لو خليتنا إحنا 3 شهور نشتغل زين وهذا العدد موجود والاستنزاف موجود مو رايح يصلح البحر، لأن البحر ما يتحمل. وأما تقول لي إن تعال عط كل مواطن رخصة عجل التكاسي بعد كل واحد يروح ياخذ رخصه تاكسي. الحل الوحيد في تقنين التراخيص. الحل اللي وصل. اعطني كلمه اخيره نختم فيها هذا الموضوع اللي ختمنا فيه اللي بدينا فيه نختم فيه. الامور واضحه
ولا تحتاج لمسميات جديدة، وهذه موجودة ورويتك إياها أنا. بس عطني الخلاصة، عطني الخلاصة في سطر واحد. الخلاصة إن إحنا من على هذا المنبر نناشد حكومتنا الرشيدة المتمثلة في سمو الأب سمو الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر الراعي لهذا الشعب، إن فترة حظ صيد الربيان تبقى على 4 شهور على أساس هؤلاء يتمكنون من تزويد السوق بالربيان إلى الشعب، وإذا الإدارة المعنية عندها نوايا لإصلاح هذا القطاع وعلى مجلس النواب والشورى أن يبادرون بتخريج الصندوق ونبتدي يدنا ممدودة إلى إصلاح هذا القطاع بالتعاون والجلوس مع مجلس النواب. بالتعاون والجلوس، وإحنا عملنا على ندوات كثيرة ندوات كثيرة كثير عملنا عليها والتقارير. يعطيك العافية. بس الخلاصة اللي قلتها هذه جميلة جدا، الجلوس مع مجلس النواب بالإضافة إلى الممثلين ووزارة البلديات. كل الشكر والتقدير لك أخوي عبد الأمير المغني عضو مجلس إدارة جمعية الصيادين البحرين، شكرا جزيلا. نشكركم على المقابلة ومشكورين. يعطيك العافية. مجلس الوزراء اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أصدر عدة توجيهات مهمة جداً تدل على أن هناك توجهات حكومية لتصحيح شكل العمل الحكومي بما يتناسب بالوضع الاقتصادي اللي تمر فيه المنطقة. وكان أول هذه التوجيهات هو أن مجلس الوزراء وجه الجهاز الحكومي يتناسب طبيعة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة وبما يحقق التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن. هذا التوجيه الهدف منه تقليص عدد الوزارات والهيئات الحكومية عبر دمج الوزارات وتقليل عدد الهيئات والمؤسسات وإلحاقها بالوزارات القائمة قدر الإمكان للحد من تضخم الجهاز الحكومي وضمان رفع كفاءته وزيادة إنتاجيته. مثل هذا التوجيه مو بالأول اللي تتخذه الحكومة وسبق واتخذته في فترات سابقة، وهو شيء طبيعي يحدث في مختلف حكومات العالم اللي تكيف مؤسساتها الرسمية مع وضعها في مختلف المجالات، وإحنا نثق كل الثقة بما تتخذه الحكومة ونوقف معاها في كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن. أما التوجيه الثاني فهو يختص بترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الصناعات النفطية في مملكة البحرين من خلال مواصلة استقطاب كبريات الشركات والخبرات العالمية. هذه الأمور من المهم أن احنا نوقف على المستجدات والتحديات في قطاع النفط والغاز وتبادل الآراء بشأنها من خلال الفرص المتاحة واللي من بينها المعرض 20 للنفط والغاز بالشرق الأوسط الذي أقيم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر مؤخرا. أما ثالث توجيه فهو يختص بالصحافة وما ينشر فيها من مواد تخل بالحياة، حيث وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى ضرورة مراعاة مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا وتقاليدنا عند تناول الأخبار المتعلقة بالقضايا والحوادث في وسائل الإعلام، وطالب وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة شؤون الإعلام للتنسيق والنظر في هذا الموضوع. بس عشان نوضح أكثر عن خلفية هذا التوجيه، يمكن الكثير من القراء لاحظوا تجاوز بعض الصحف للمبادئ الإسلامية والعادات والتقاليد بنشر صور تخدش الحياء أو قصص من المحاكم فيها تفاصيل سرية غير مناسبة للنشر. وعلى هذا الأساس اليوم وزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة الإعلام عليهم الرقابة والتدقيق في كل ما ينشر. أما التوجيه الرابع والأخير يتعلق بضرورة قيام الوزارات والهيئات الحكومية بالتجاوب المستمر والمتواصل مع الصحافة والرد على كل ملاحظاتها وكل ما يثار بشأن عمل هذه الوزارات والهيئات. هذا اللي احنا نأكد عليه دائما خاصة في برنامجنا، لأن بصراحة لاحظنا بعض الوزارات يتهربون من المشاركة والرد على الاستفسارات اللي تهم المواطنين، وهو بالفعل يضعف من موقفهم أمام الإعلام. عشان كذي احنا نوجه كل الشكر لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على هذا التوجيه اللي دل على سعة صدر الحكومة وتقبلها للنقد البناء واللي يهدف إلى تصحيح أي وضع خاطئ. هذا بالضبط ما جار اليوم في جلسة مجلس الوزراء. فاصل ونرجع لكم.
تترك ديرتها وتهد عيالها وتترك وراها حياة كاملة وتتغرب. وأنا هني لما أقول كلمة تتغرب أقولها بحرقة، لأن الغربة جدا صعبة وما يحس فيها إلا اللي جربها. مسكينة هذه تهد ديرتها وتهي ديرة غريبة عليها وتعيش عند ناس ما تعرفهم ولا تعرف لغتهم ولا تعرف عاداتهم ولا تقاليدهم، عشان تترزق تطبخ وتنظف وتغسل وتربي وتسوي كل شيء. وقبل لا تسافر توقفها ربة البيت وتقول لها تعالي تعالي هني بفتش أغراضك من باب عدم الثقة. هذه المرة اللي هدت حياتها كلها وتركت عالمها كله عشان أتيي تساعدنا في البيت، من باب أولى أن إحنا فعلاً نقدر لها هذه الغربة اللي عاشتها، نقدر لها الأمور اللي قاعدة تقوم فيها، يعني أمنها على بيتي وعلى عيالي وعلى حلي وحلالي. وقبل لا تسافر أقول لها تعالي بفتشك، وين هذه الإنسانية؟ والله يا لولو كلامك صح مؤثر ويلامس يعني شعور الإنسان، مثل ما نشوف هذه اللقطات، يعني الخدامة شلون كانت الشغالة في ديرتها والشغالة شلون كانت في ديرة اللي تيلها مرة ثانية وتعيش مع عيالها وتحس أنها هي جزء منها. لكن الحذر ترى، يعني لولو اللي شفناه من مواقع التواصل الاجتماعي وشفنا قصص غريبة عجيبة، ما تخلي الواحد يكون حذر، ما تخلي الواحد يعني يتأكد ما فيه شيء. ليش ما نتأكد من الخدامة قبل لا تروح؟ إذا ما حصل شيء عطها زيادة، عطها هدية مكافأة إذا ما حصل شيء. إذا ما حصل شيء، لأن القصص اللي شفناها ترى يا لولو فيها بلاوي بلاوي. الله يستر على الأسر اللي عانوا من هذا الموضوع. البوقات اللي صارت، وأنا ما أحب أسميها بوقات لكن هي فعلا بوقات صارت، ذهب النسوان، فلوس البيت، فلوس اليهال، أقراض اليهال، حتى الألعاب، حتى إحنا ما نقول إحنا فقارة مساكين هم الله يكون في عونهم، لكن بعد هذه يعتبر سرقة وبوق، والله يعلم هذه الشخصية أو ظروف الإنسان اللي خذوا من عنده يا لولو. حطي نفسك مكانهم. والله يعني صدق هو الموضوع مؤرق إذا طالع من زاويتين تشوف غربتها مقابل بعض المواقف اللي فعلا نشوفها. بس أحب أنوه أن الفيديو اللي أخذنا منه اللقطات هذه حملة توعوية قامت فيها المملكة العربية السعودية عشان اتجاه العمالة الوافدة. وأعتقد أن أنت عندك تقرير تبي. أنا عندي تقرير بغير رأيك فيه. يلا غيره، أنا الحين قلبي معورني. أنت قاعد تدفعين، شوفي بنفسك، شوفي التقرير وخل المشاهدين يشوفون هذا التقرير، وراح نرجع لكم وحق لولو ونشوف رأيها تغير ولا لا. هاي عندنا مشكاره مسافره وشاله هاي الصناديق كلها. انا روحي تميت مستغرب كيف مشكاره شاله هاي الصناديق كلها. انا وقف رعي التريله وقلت له نزل السامان كله. طالبني فضول ابغى اعرف هالكراتين شو فيها هالكذا، شو صارقه هاي المشكاره، شو صارقه. لا تمت زوليه حتى الفارو ماله مو يسالت لنا. حسبي الله ونعم الوكيل. ربي الله اللي ما خليت شيء ما خمته. يا حرام انه شال الذهب وشال السواع وشال نعول الماي على بتبت مشيها حافيه. عرب شو هذا فيها كذا؟ انا اقول لك نزل، انا اقول لك نزل. شو قصه؟ زين شو المشكله قصه؟ شو انت اللعبه؟ انا شارن الماي تدفير ولادته. ما ادري اقول لكم انتم هل غيرتوا رايكم ولا يا لولو انت اللي غيرتي رايك بعد هاللي شفناه. ترى هذه بلوه من بلاوي وايد. اي والله ما ادري يعني شو اقول. فعلا التقرير خلاني اوقف عند وايد امور، بس يعني ما اتوقع ان كل شغالات كذي لو خليت خربت. لا طبعا احنا ما نعمم، ترى في زين وفي شين، في الصالح وفي الطالح، لكن شفتي اللي شفتيه انت الحين. ابو علي هذه ما خلت شيء في البيت عليك الله. استاذ جلال يقول هاي يمكن معزلين. أيوة هي الظهر عزلت. هاي عزله. ونرحب بضيفنا الدكتوره. اي نعم، معانا اليوم الاستاذ جلال جعفر من جمعيه البحرين لاستقدام العماله الوافده. راح نتناقش مع هل انت مع تفتيش العماله المنزليه او لا. خلينا نسمع منك الاجابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على استضافتنا وياكم في البرنامج. يا مرحبا فيك. وان شاء الله نقدر نخدمكم ان شاء الله. بخصوص السؤال اللي هو هل انا مع تفتيش العماله او لا، طبعا انا ارفض تفتيش اي شغاله. نعم. من غير اللي هو شيء قانوني او رسمي او من غير جهه رسميه. حتى مع الفيديو اللي شفناه وشفنا حالات وايد، واكيد مرت عليكم انتم حالات وايد. ولو في يعني هو في حالات وايد زين سمعناها ونقلوها لنا، ويمكن بعضهم جاب لنا اشياء ان شغاله سرقت وشغاله شالت وشغاله جابت، في وايد. ولكن يبقى للشغاله حق. صحيح. يجب ان احنا ما نتجاوزه، واللي هو موضوع المحافظه على حقوقها والمحافظه على خصوصياتها. نعم. يعني لما اتي شغاله من برا زين، احنا دائما نتهمها، انت متهمه، انت شنو شايله عندك، شنو جايبه بيتنا من بس من حقنا نعرف شنو الاشياء اللي بتدخل بيتنا. من حقنا نعرف، لكن في بعد حقوق لغيرنا. هذا انسان جاي يشتغل عندي في البيت. بس يعني حتى في بعض مكاتب توريد العماله هم يقولون حق الشخص اللي اذا تروح تاخذ شغاله شوفي شنو معاها قبل لا تدش بيتكم عشان تعرف شنو هي. هذا خطا، هذا تجاوز على القانون، تجاوز على الحقوق. بس يمكن هي بداخل البيت اشياء غير قانونيه مثلا. شنو بتدخل؟ يعني خلنا احنا يعني قبل يمكن قبل 15 سنه كانت العقليه في الناس غير الحين. نعم. قبل احنا نقول جايبه طب وجايبه سحر وجايبه عمل، زين ليش بتجيب؟ هي لا تعرفني ولا تعرف صاحب البيت ولا تعرف المدام. صح. ليش بتخرب بينهم؟ هي تاخذ رزقها وتمشي. بس في بعض الحالات في طلع طب وسحر وعمل. يعني شوف في بعض الاعتقادات انا ما انفيها، في بعض الاعتقادات في الاشياء الغريبه اللي ان مثلا تجيب معاها حرز والله تجيب لها شيء حق تلين قلب المراه، تلين قلب راعي البيت، يحبونها يتقربون منها. في لكن ان هي تفرق بين الرجال وزوجته. لا بس بما ان في ليش انا ما فتش هذا اعتقادات. في اعتقادات في دول، في دول مع احترامنا الشديد فيها يعني بعض هذه الامور ومعروفه بهذه الامور. انا ليش ما اكون حذر؟ اكون حذر عشان احمي اسرتي وما بضرها انا الشغاله. انا مجرد بفتش وبطالع في اغراضها وبتاكد عشان احمي اسمي. اي ما عليه، انت وجهه نظرك صح، ولكن من ناحيه قانونيه هل هذا صح؟ هذه واحده. من ناحيه الحقوقيه الاخلاقيه هل هذا صح؟ هذا خطا. يعني ممكن انا اتكلم وياها اتحاور وياها، ترى عندي الشيء مثلا احنا مثلا عاداتنا كذي تقاليدنا كذي، في اشياء غلط مفروض اوقات يجيبونها شغالات ثانيه، انت لا تجيبين كذي، احنا بنحبك وبنسوي لك وبنعطيك، وانت يا عدنا في البنتنا مثلا زين، هذا يعطيها الامان. هل انتم في المكاتب تخبرونهم بهذا الشيء؟ توعونهم ان مثلا لا تاخذون شيء؟ لان في بعضهم ما يقصدون البوق، يعني والله في امور تخلي الانسان حتى يوقف. يعني في الموقف شفنا انه ماخذه عصير وشب سريحه الدفع. والله لا والله لو ماخذته عشان تصير فيها يوقف عليها بالعافيه. فيمكن هي مو قصدها مثلا يعني ان هي تاخذ بغرض السرقه، قد ما هي مثلا امور جديده عليها. يعني هذول ترى جايين علي من بيئات جدا يعني ممكن فقيره ممكن. فاذا طلع الخير اللي احنا عايشين فيه فممكن على بالها ان الاقتناء مو بوق مو سرقه. انتم تنبهونهم؟ ممكن مثل ما قلتين هاي المواقف تصير في بعض الخدم يجون من بيئه فقيره، فلما تشوف الخير قدامها تاخذ من هذا، تاخذ من هذا تحطه في غرفتها مثلا والله تحطه في اغراضها. حسن النيه. اي بحسن النيه. انا بفكر انه بيخلص. حسن النيه ترى انا ضد الحين شخصين ترى انا بتاخذ. لا انا على فواز انت عندك حس امني مرتفع. لا بس يعني لولو باخذ النيه انا بحسن النيه ترى ما اخذ هذا الشيء. انا هاي قطعه الذهب دي بحسن النيه. لا لا في امور لا في امور زين فيها اجرام، في خدامات فيهم اجرام زين، يعني في يسرقون مثلا ذهب سارقة ذهب بتقول لي حسن النية. لا أنا كنت تكلمت أول ما تجي تشوف العصير وتشوف الأشياء تأخذها تخشها عندها على أساس تاكلهم، هذا حسن النية. يعني يجونا أوقات كيف يقول والله أكلت وشالت كذي، زين ما عليت شالت كذي ليش شالت؟ نتكلم وياها ليش أنت شلتي؟ تقول لا أنا بس أبي أخذته ما عليه. نوجهها نفهمها أول ما تجي، عندنا مترجمين لنفس اللغة. نعم. ونفهمها ترى ممنوع إنك تطلعين برا البيت، ممنوع انك تكلمين واحد غريب برا البيت، تفتحين الباب حق ريال غريب، انك تاخذين اشياء مو الك، اي شيء تبين تاخذينه استاذني من المدام. نعم. زين بعض الكفلاء طبعا عندنا في البحرين ما شاء الله يعني ما عندنا يعني كلهم اهل كرام وخير يعني يوصونا يقولنا ترى قول لها اذا تبي شيء من الثلاجه كمفتوحه. نعم. تاخذ لها تبي اكل ما تعرف مثلا ما تحب اكلنا اكلنا ما تعرفه تبي تاكل أكل ثلاجة مفتوحة وخلي تسوي اللي تبي اللي تاكله تسوي. حلو. احنا نترجم لها ونوضح لها ترى
لولو طرحت سؤال مهم في بداية الحلقة، نقدر نفتش ولا ما نقدر نفتش؟ خلنا نرجع حق المختصين في هذا الجانب ونسألهم لولو. خلنا نرجع معانا على الخط الأستاذة هناء بوحجي من جمعية حماية حقوق العمالة الوافدة. مرحبا أستاذة هناء. مرحبا لولو. هلا مرحبا. يصير نفتش أو ما يصير نفتش حسب القوانين البحرينية؟ أنا ما أعتقد في إجابة يعني بنعم أو لا على هاي الموضوع. إذا بنتكلم من الناحية القانونية، ما في بند أو نص قانوني يتكلم عن مسألة التفتيش بشكل خاص. نعم. وما في بعد بند قانوني يحمي العاملة أو عمال المنازل من أهم يعني تنتهك خصوصيتهم بتفتيش أغراضهم. نعم. إذا كنا بنتكلم عن مسألة التفتيش، هل يعني في شيئين، هل احنا نتكلم عن اجراء روتيني احنا نحاول نخلي الحين في خانه الاعتيادي ان احنا نفتش كل عامله سواء كانت نزيهه وطول فتره عملها كانت انسانه زينه وما قد غير على النشي في البيت حلو ونفتشها قبل كم شيء، او ان احنا نقول هذه العامله احنا حاسين ان في سلوكها شيء غلط وفي اشياء اختفت في البيت عندنا واحنا نشك في تصرفاتها ونبي نفتشها. هو الأصل أكيد يعني إن نفكر إن في هذا العاملة اللي اشتغلت ويانا وقاعدة عندنا سنتين إن هي تكون إنسانة زينة وفي هاي الأثناء إحنا قوامنا سلوكها لو حسنا إن بشيء غلط. نعم. في شيء ممكن نسويه بعد حق العاملة الحين حسب القانون إن في عقد بيننا وبين العاملة إنه ينيب أحد من لغتها يتكلم لها ويقول لها كامل حقوقها كامل واجباتها. إحنا ممكن بعد نضيف عليه بسبب خصوصية إن هاي العاملة تشتغل معنا في البيت. نعم. ممكن نضيف عليه شيء إن إحنا نقول لها عن نظام البيت. إنه لازم تكون في الأشياء مثل ما نعلمها على النظافة وعلى نظامنا اليومي كله في البيت نعلمها إنه لازم الأشياء في مكانها، إحنا وايد مهم عندنا الأمان وايد مهم عندنا النزاهة. أما إن إحنا إذا نفتش عليها يعني هاي يعني هاي اختراق حق خصوصيته، ما في سبب يعني ما في سبب يخلي الواحد ينتهي خصوصية واحد ثاني. يعني علاقتنا مع يعني ما يصير أستاذة هناء إن إحنا نحط بعد من ضمن ذي العقد شرط إنه مثلا ممكن إني أنا أفتشها في حالة إن أنا شكيت باختفاء شيء؟ يعني هاي ممكن صاحبة العمل أو صاحب العمل، لأن تعرفين ما في إحنا طرفين في العلاقة، واحد قوي كلش وهو عند الأمر بيده وواحد ضعيف كلش. فالحالة أنا ممكن كل يوم هاي اللي سفتشها يعني نعم. هاي ما ممكن ينحط في شاب، يعني ما ممكن تحطين شيء في انتهاك وتحطينه شاب. نعم. فعيل أنتوا في الجمعية شنو تنصحون في أصحاب العمل؟ الشيء اللي تنصحين فيه إنك تتعاملين مع هذول الناس معاملة إنسانية، إن أو تفهمينهم نظام البيت، نظام البيت اللي عندك شلون تحبين يمشي، وإذا تقرين خلال هاي السنتين تقومين سلوكهم باللي ناسبك انت في البيت بيكون وايد زين. يعني لا تنسين ان هذا اللي الناس انت هاي العاملة يعني موجودة عندك في البيت غريبة منك من ابنائك من مطبخ من وايد اشياء، يعني ما معقولة تكون بينك وبينها علاقة شك ان هي ممكن تكون في مسألة ما يعني مو بنزيها، وفي نفس الوقت انت تتمنينها على اهم الاشياء. يعني بيت الانسان هو خصوصيته هو مكانه الخاص. نعم. لما تأمين هاي الشخص لازم انت تتأكدين انه هو يكون، واذا ما انت مو متأكدة لازم تحاولين مع هاي الشخص انه يكون انت بتصرفاتك تكون يعني مثل موديل انك انت تتعاملين معه بطريقة راقية. صح. وحتى بعد ممكن تكافئينها على امانتها على اهتمامها، فممكن انه هذا الشيء يشبع عندها باقي الامور. يعني حتى لو تبي تاخذ لدواعي تقصير اذا شافتك تعطينها المفروض انه ما تاخذ اذا كانت هي سليمة يعني بالضبط مو مريضة بمرض السرقة. بالضبط. يعني ما حد ما في يعني ما في قاعدة بالنسبة حق الإنسان، دائما في ناس عندهم انحراف في سلوكهم. يعني إحنا نتكلم دائما عن الناس الأثرياء، لما يكون في انحراف بعدين ذيك الساعة ممكن الواحد يحتكم حق قانون، يحتكم حق حتى إذا كان الشيء مثلا وايد ثمين لشاكين شبه متأكدين إن مثلا هاي العاملة هي اللي خذتها أو تصرفت فيه، ممكن حتى يحتكمون حتى حق الجهات الأمنية. بس ما يصير الشخص بروحه بس يعتبر نفسه هو يعني حكم في الموضوع ويتصرف تصرف ممكن يكون مهين حق الإنسان اللي قدامه. شكرا أستاذة هناء بوحجي من جمعية حماية حقوق العمالة الوافدة، شكرا على هذا التجاوب. يعني أنا كنت ضد اثنين صرت ايه؟ ثلاثة هنا بعد انضمت لكم صارت. شفت شلون؟ يعني الحين إذا بتسافر خدامة ما فتشه مثلا أنا بنتهك خصوصيتها. يعني انت عندك اشياء ساعات ما تدري فقدتها ولا ما فقدتها انك ما تستخدمها. حط بالك على اغراضك الثمينه. حط بالك على اغراضك الثمينه. خدامه واحده من الاسره ترى.
ولا واحدة يعني من البيت، واحدة من العائلة. ما هو هذا هو، بس احنا قاعدين نتكلم في شنو ادش كل الأماكن اللي أنا ادشها في البيت. بلا صح، هذه من طبعنا وهذه من عاداتنا، احنا عامل الخدام انها هي واحدة من عيالنا في البيت. نعم. صح. فهي ادش كل مكان، فلا تقول لي انت ما ان عندك مكان بعد سري. بس أنا عندي نقطة، عندي وجهة نظر. الحين أنا شغاليت وأنا أمنت على عيالي وأمنت على بيتي واحترمتها وعاملتها كأنها واحدة من أفراد الأسرة. لما أتي بتمشي أروح أهينها؟ ما بتهينها، أنت بس بتتأكد إذا ما حصلت. زين بعد هد عندك قبل لا تسافر، إذا بتطرش أغراضها والحين جاء رائجة هذه السالفة كل فترة يجينك مليون بطرش الأجج والبجج. فهل من حقي أشوف شنو اللي طلع من بيتي راح برع حتى على صعيد أمني؟ هل من حقي ولا مو من حقي؟ يعني بقول لك في طريقة ممكن أنا زين أعرف هي شنو طرشت بس بدون ما أنتهك حقوقها. حلو، نبي نعرف إحنا ذي الطريقة. يعني هي صاحبها، تعالي يا فلانة أنتي مثلاً صاحبة البيت، صاحبة تعالي أنتي شنو بتطرشين حق أهلك؟ بتشوفهم، بتشوف شنو عندك في الكرتون، بتشوف وزنه مثلاً، بتشوف الأشياء اللي حطيتينه ممكن مو مسموحة. مشكلة يقولوا لك إن حتى طرق البوق يعني ما نحب نستخدم هاي اللافة. هذيك اللي محترفة هذيك شيء ثاني. يقول لك يدعسون داخل الثياب وأشياء ويخيطونهم، وشوف نحن الموز شلون لافين الفلوس. الموز هذا ما تتوقع. يعني في طرق الموز والبيض واشياء وايد عندك طرق اكيد مرت عليك. هذا انا اقول لك لا يعني في دافعك انه ما في ما مرت عليك مثل هذه الامور. لا انا اتكلم بشكل عام، لكن بشكل الحالات اللي مرت حالات وايد يخيطون مثلا مع الثياب زين بعضهم مثل ما شفنا اللي هو في البيض مثلا زين في الموز في كوارتين مثلا الشاي والله كوارتين الحليب والله شيء المعلبات تحط فيها اشياء وتصكها ما ندري شنو فيها. نعم. ولكن بعد انا لما اراقب الشغاله زين واراقبها شنو هي شنو تصرفها في البيت شنو تشيل شنو تحط احاول اشاركها في ترتيب اغراضها اللي بتطرشهم على اساس انا اعرف هي شنو حطت فيهم. نعم. وابتدي بكتشفها. خلينا نسمع راي الناس ونرجع ناخذ من عندك اهم القصص اللي اكيد شفتوها في المكاتب. خلينا نسمع اراء الناس، نفتشها ولا ما نفتشها؟ بالضبط. أنا شغلتي الفلبينية أمس مسافرة بصراحة ما فتشتها كلش، أول شيء لأن استحي، ثاني شيء كنت حاطة الأغراض الثمينة يعني أغراضي دخل التجور وقفل عليهم، باقي الأشياء الخرابيط الشماطيط تبي تأخذها خلت أخذها رفعت بلا عني. أنا مع تفتيش الخدامة قبل سفرها، أنا مع تفتيش الخادمة قبل السفر. قضت خدمتها عندي سنتين أو 4 سنوات، هل كنت مأمنتنها على بيتي وعلى أولادي؟ ما بتهمني يعني إذا هي باقت بعض الأشياء وخشتها في أغراضها، وأهم شيء إنها طلعت وإحنا الحمد لله في صحة وسلامة وخير إيه راح أشوف أغراضها بس طبعاً مو قدامها، يعني إذا صار إن أنا خليت زوجي يطلعها برا البيت بروح أشوف هي شنو حطت. أنا حالياً من النوع اللي إذا شغلتي طلعت برا البيت وما تكون موجودة مثلاً وأنا أكون في البيت لازم أروح أخذ فرع على أغراضها مع التفتيش ولكن من دون علمها. يعني أنا مع تفتيشهم من قبل المكتب اللي تم استخدام الخارج منه قبل لا تروح يتم تفتيش قدامهم أساسنا يكون كجهة محايدة. أنا ضد تفتيش الخدامة قبل السفر، إنسانيا هذا التصرف غير لائق. عقد الخدامة في البيت لمدة 2 سنين، وإذا أنت كنتي امرأة عاملة فأنت تأمنين عيالك على الخدامة وتأمنين أكلهم ونظافتهم على الخدامة، فإذا كل هذه الأمور موجودة داخل بيتك والخدامة هي الموجودة داخل البيت وأنت برا البيت فشلون تفتشينها قبل لا تسافر؟ إذا أنت كنت شاكة في أمانتها ممكن بين فترة والثانية تفتشين أغراضها من غير لا تحس. أتوقع بعد 2 سنين من العمل بكل تعب وصبر ومجهود وأمانة هذه الإنسانة تحتاج إلى كلمة تجبر بالخاطر، كلمة فيها إحسان، كلمة فيها شيء من الطيبة. أتوقع أن هذا التصرف راح يكون جدا أفضل من نحن نفتشها. ممكن تحس أن هذا نوع من أنواع الإهانة بعد 2 سنين من الخدمة لنا ولعيالنا. نعم أنا أأيد تفتيش أغراض الخادمة قبل ما تسافر. في البداية كنت أرفض بس بسبب تكرار ان كذا مرة افقد شيء قبل لا تسافر او اذا بتشحن اغراضها فقمت افتش حتى اكون في السيف سايد. انا وحدة صراحة ضد لاني ما عمري شفت شيء على الخدامة، يعني شنو بتاخذ مثلا اللي بتاخذه اذا كان بتاخذ شيء بسيط
أجعله فدوة أو مثلا صدقة عني وعن عيالي وعن هالوقت اللي اشتغلت عندي فيه، فأجعله كصدقة، أعتبره كصدقة يعني، بدل ما أفتشها وأفشلها وهي إنسانة جاية من ديرة فقيرة مهما كان بطالع اللي عندنا. أنا مع تفتيش الشغالة قبل ما تسافر، لأن أنا شخصيا سمعت من تجارب الآخرين، ومن تجاربي الشخصية لما أنا قلدت الآخرين طلع أن كلامهم صح، وفعلا وجدت بعض المقتنيات معاهم، وأكثر شيء لقيت فلوس. أنا لست مع تفتيش الخادمات، وباعتقادي أن احترام خصوصية الشخص شيء واجب، ولو كنت مكانها سأحمل معي ذكرى سيئة مع نهاية خدمتي. والله بعض التعليقات كان فيهم بعض الأفكار الخاصة بطريقة تفتيش عمل خادم جعفر، يعني يمكن بعضهم قالوا أنا أخليها تطلع برا البيت وأخلي ريلي، يعني كاميرا تتكلم، أخلي ريلي هي تروح، هي هو اللي يروح ويفتش ويتأكد من غرفته، أو لما بطرش الأغراض أنا أروح برا عند مكتب التخليص هذه وأشوف الأغراض شنو فيها. أنت إيش رأيك في هذه الطرق؟ والله هو مثل ما قلنا اتفقنا من ناحية قانونية ما يصير، لكن حفظا لكرامة الخادمة ممكن الواحد يسويها، حفظا لكرامتها ان ما تحس بالإهانة، ان ليش انا عقب هالسنين اشتغل وياهم ويفتشون اغراضي ونثرونهم قدامي، تحس يعني ممكن تاخذهم وهي برع وتروح تتاكد وتفتش يعني هو تطمن اكثر. قانونيا ما يصير زين، ولكن واحد على اساس بيطمن ممكن يخرج من بس انا ابو حجي يعني قالت ما في نص قانوني للواعتقد، قالت ما في نص قانوني، بس من جهه انتهاك الخصوصيه فاكيد في اشياء يعني تبين يعني العلاقه بين العامل وصاحب هذا العمل. هو قلنا من ناحيه، في ناحيه قانونيه وفي ناحيه اخلاقيه زين، يعني انا اعطيتها ثقتي سنتين كاملين في البيت تشتغل يمكن اكثر زين، وامنتها على عيالي وامنتها على حلالي وش اسمه، وبعدين اخر شيء لما تجي بتمشي اروح اهينها واهين كرامتها واحسسها ان انا مو واثقه منك في هالسنتين هذه اللي عشتينها وياي في البيت، انا مو واثقه فيك. وبعد الاستاذه هنا وضحت الموضوع وقالت اذا في حاله تشكك بان هي اخذت اي شيء في جهات امنيه هي مسؤوله عن ان هي تراقب تفتش تشوف. عندنا عندك تقرير؟ اي نعم. انا قبل التقرير ترى في شغالات والله يتمون يعيشون مع يعني اهل البيت حوالي 10 سنوات. وينهم بلين حنا نبيهم؟ 10 سنوات. لا والله أسمع قصص إن هذه الشغالة ربت مع الصغيرة من هي صغيرة اللي خلصت الثانوية. نعم. تروح حق أهلها وترجع. تروح. أنا أعتقد حتى أنت تضررت كصاحب مكتب بعض الشغالات اللي موجودين مسترجعين عندك في المكتب، ما تعرضت للسرقة؟ بلى. يعني لما يكونون في السكن. لا يعني لما يكونون في السكن مع بعض زين، نكتشف ان واحده راحت شالت اغراض الثانيه زين، سرقتهم وطلعت بهم راحت بينهم بين بعض. اي بينهم بين بعض زين، او ان في بعض الاشياء البسيطه في اغراض المكتب يعني ما عندنا شيء كبير ينباق، قرطاسيه وهالشغلات هذه شال، لكن في يعني حتى بينهم بين بعض يعني. بعدين اكتشفت واحده تقول والله انا فقدت موبايلي، والله فقدت اغراض عندي كان في الشنطه وشالوا، فعشان احنا دائما نوصيهم قفلوا اغراضكم، تأكدوا منهم لا تخلونهم شيء مفتوح. أعتقد أن احنا تكلمنا وايد عن أصحاب المنازل ويعني المسؤولين عن الخدم، لكنهم خدمات مساكين ما خدنا رأيهم. مساكين بس ما وصفتهم أستاذة هناك وصفها جدا حلو، قالت صاحب العمل هو الشخصية الأقوى، هو اليد العليا، أما هم المستضعفين خلنا نشوف رأيهم إذا فتشناهم أو ما فتشناهم يرضون أو ما يرضون. Thanks God because he gave me that good employer and I have 4 years now for here in Bahrain. My employer is good and he take care of me good, and even I take care of the baby is good, that's why he treat me nice. And even he check my luggage, it's no problem for me because it is good for me or for good for my employer. Because I trust for my employer and he trust me. It's okay for me, he checked in my baggage. And I know my employer, they trust me and I trust them also. No problem for them if my baggage or my luggage, they check. But my employer, they never check my luggage.
يعني اعتقد ما عندهم مشكله بنفسهم، قالوا ترى اذا تبون تفتشوني عادي انا اثق في البيت اللي اشتغل فيه وفي الناس اللي موجوده معاهم وهم يثقون فيني، لكن اذا حبوا انهم يفتشوني انا راضيه. هذه برضاء الشغاله، يعني شفنا هذه النوع من الشغالات اللي قابل انه هو تفتشه، فش المشكله لما تفتشه؟ لا، في شغالات ما عندهم خصوصيه يعني عادي تخليك تدخل الغرفه اللي عايشه فيها، ترى كلهم فقاره مساكين، يقول لك تعال فتش اذا انت شاك فيني. ما بيقول ما اعتقد بيمنعوني يعني. لا هي ما بتمانع، ما تكلم هي بتمانع ولا وفانش، بعدين انت اللي عندك السلطه في البيت عليها، فهي ما بتوقف لك بتقول لك لا تجيس اغراضي، لكن حاله نفسيه فيها بتحس بالحزن يعني على هالموضوع. وبعدين رد نرجع بعد، احنا مو جهه اختصاص. صحيح. يعني لما يقول المكتب خليه هو يفتش كجهه محايده، اذا انا ما عندي حق قانوني ان انا افتش، انا الشغاله تروح تشتكي علي بندهم مكتبي. بس ترى صدقني بعض الشغالات من الوعي عندهم، لو يصير من ضمن القوانين عدم التفتيش ما بتخلي صاحب العمل يفتشها. يعني في بعض الشغالات اذا يوم واعيين بحقوقهم وواجباتهم، لو دخلت من ضمن الانتهاك عدم التفتيش ما بترضى نفتشها. الحين وايد في توجيه الى توعيه الشغاله، يعني اللي هو سواء عن طريق السفاره اللي تبع الشغاله او حتى عن طريق هيئه تنظيم سوق العمل وحمايه الوافدين، جمعيه حمايه الوافدين بعدها نفس الشيء. زين، وحتى عن طريق المكاتب، احنا كجمعيه المكاتب بعد نحاول ان احنا نفهم الشغاله انت شنو ليش شنو عليش. حلو. زين، شنو اللي المفروض يصير، شنو اللي المفروض يصير؟ مثلا بعض الكفلاء يعطونهم اعمال شاقه صراحه، مثلا تغسيل السيارات انا اعتبرها يعني ضمن الشغاله تغسيل سياره مثلا، او ان هي تنظف الزجاج من برا على البيت، هاي يعرضها للخطر، هاي تعريض لل شركات متخصصه وعندهم صح. يعني إيه بس مع على سالفه تغسيل السيارات، ترى بعض الشغلات هي اللي تطلب تغسل، تقول لك بلا تعطيني العامل فلوس عطني وانا بغسل لك، وانا بعد شايفتها. احنا نحاول يعني نوضح لها ان هذا مو شغلك انت، للشغل اعمال منزليه بس، مو شغل في حديقه. نعم. تخمين وتنظفين وتزرعين. عشان بس لا نطلع عن موضوع السرقات، معانا عدد بعد من التغريدات عشان بس نسمع راي الناس، هل انت مع التفتيش او عدم التفتيش؟ خلينا نستعرضها معاكم. عندنا هني ما في داعي تفتشهم لانهم يهربون المسروقات كل يوم بيومه، يضعون المسروقات في الزباله ويتصلون بسايق عشان ياخذهم، لا طبعا نحترم خصوصيتهم وهي انسان ما تفرق عنه. في يوم من الايام كنت انا موظفه، اكيد ما كنت بارضه لما استقلت اني اتفتش من مسؤولي قبل لا اطلع، وكنت راح احس بالاهانه. في الاول والاخير الخدامه بشر مثلي مثلها، انا ما جبتها من اخر الدنيا عشان اذلها واستصقرها، هي تغربت عشان حاجتها وانا جبتها بعد عشان محتاجه لها، اذا عملتها بالطيب اكيد ما راح تبوق مني ومن اغراضي، وفي النهايه اصابع يدنا مو سوى ولا كل الخدم سيئين. أنا ضد التفتيش بصراحة، عيب أحس والموضوع إنساني في نفس الوقت. أنا أعرف ناس يقولون إنهم يقومون بالتفتيش بطريقة إنهم يرتبون الشنطة وياها عشان إنه مثلاً ما يصير فيها وزن، فيأخذون الموضوع كعذر مثل ما نقول طب بطيحة، وشغالة إذا فكرت تأخذ شيء ما بتحطه في شنطتها وهي رايحة، يا إنها بتتفق ويا أحد يأخذه قبل، أو إنه إذا شيء صغير بتخشه عندها. أنا فتشت في إحدى المرات وحصلت عندها أشياء وايد، من ضمنها موبايل وخاتم وصور شخصية، رغم أنها كانت تشتغل عندي 4 سنوات ولا عمري شكيت فيها، والخاتم كانت خشتة في كلينس مستخدم في وسط الثياب. أنا عن نفسي ما فتشت، بس التفتيش مو بغلط لتفادي أمور أخرى، لأن صراحة اللي نسمع من سوالف تخرع. طبعا الخدم بشر والرسول الكريم موصلين عليهم وبحسب معاملتهم، وهذا شيء مفروغ منه، بس ما يمنع تفتيشهم بطريقة لائقة مثل ما يفتشونا في المطار، خذوا الأمر بروح رياضية. حاليا لابد أخذ الحذر منهم، سواء تفتيش الشنطة أو تفتيشها شخصيا، نحن نكرمهم وهم يردون الكرم بشعوذة وسرقات. بالنسبة لي ما أحب أفتش وأحس بتأنيب ضمير لين سويتها، أفتش في حال شكيت في سلوك الخدامة بس، أهم لين يبوقون شيء وخصوصا ثمين يتصرفون فيه وهم عندنا قبل لا يروحون، وبعدين الزبدة ما يسوى تفتشينهم لأنهم إيش بياخذون من عندنا؟ إحنا بروحنا فقارة ولين خذوا شيء بينهم وبين ربهم، إلا إذا كان عندي شيء ثمين ويسوى ومختفي فقط لا غير. يعني اغلب الاراء متفقه ترى، والله البحرينيين طيبين. اي والله حتى اشوفهم يرضون، يقول لك حتى اذا ما اخذ شيء لسد عازه
فحلال عليها, عليها يعني بالعافية. عليها بالعافية, عليها بالعافية. والله طلعوا أفكار ترى حلوة في التغريدات اللي شفناها, والله يا ريت تشاركونا بتغريداتكم وأفكاركم عشان نطلع بشيء حلو. يعني مثل اللي قلتوه قبل شوي, كان في المطار يتفتشون, يعني احنا بنين نفتشون بعد ايش فيها, خلينا نتفتشون. صدق والله كيف يفتشون, يعني خلينا ناخذ الموضوع بروح رياضيه. عجبتني فكره ترتيب الشنطه معاها, راتب الشنطه كانها هي اختك صديقتك قبل لا تسافر, برتب الشنطه ومنهن عارف شنو موجود بالضبط. عاد هذه الكليكس المستعمل بعد اي مشكله ذي اللي حاطه الاغراض. اعتقد وصلنا للختام بالنسبه لموضوع الشغالات بالضبط, والموضوع جدا شائك, جدا شائك ويحتاج حلقات كثيره نسلط الضوء عليها بالنسبة لموضوع الخدم. وترهم لهم حق, وبعد أصحاب المنازل لهم حق, والكل خايف على شغله وأقراضه وفي بيته. أعتقد جعفر أخونا العزيز جلال جعفر من جمعية مكاتب استقدام العمال الأجنبية كل الشكر والتقدير لك, إنه ودنا نسمع قصص وايد لكن أنت ما أخذ جانب يعني دعم الشغلات. يعطيك صحة والعافية, كل الشكر والتقدير لك. الله يخليكم إن شاء الله. بس لا ننسى نأخذ رأي الدين لأن عشان نسكر في الباب بالضبط الأخير. بالضبط, نقفل الباب الدين. خلنا نسمع رأي الدين ونخلص معاكم. الشيخ, هل للمرأة أن تفتش خادمتها إذا أرادت السفر هذه الخادمة دون علمها؟ لا, ليس لها أن تفتش أغراضها لأن هذا خيانة, والخادم لها الحق وهي مصونة. والذين يقدمون على هذا عندهم مساوس, يظنون أنها وضعت سحرا أو ما أشبه ذلك, والأصل الإحسان, إحسان الظن. أرأيت لو كان إنسان يريد أن يفتش عن أشياء من هذه المرأة التي تفتش عن حوائج خادمتها, هل ترضى؟ الجواب لا ترضى. لما يكون الرسم والفن والإبداع هو الحل الوحيد اللي يخلي الواحد يعبر ويترجم مشاعره ومكنونات قلبه وعواطفه للبلد اللي عايش على أرضها, وتنفس هواها وتجول بأحيائها وشوارعها ويحاول بكل جهد إنه يظهر معالمها بعيونه هو. هذه هو الصج فنان, فما بالك لو كان لسانه ما ينطق بلهجته أو لغتها الديرة اللي عايش فيها, شنو تقول عنه؟ قصة الإبداع والتميز اللي بنعرضها لكم اليوم هي قصة الفنانة أنا ثكري, اللي هي من جنوب أفريقيا واللي عاشت وتعايشت مع أبناء البحرين لمدة 7 سنوات, ومن كثر ما استهواها هوى البحرين وطيبة أهلها وطيبة الحياة على أرضها أطلقت سلسلة من القصص المصورة تحت عنوان شمال, اللي تستعرض مجموعة من القصص التراثية بمذاق وطابع بحريني أصيل. خلونا نشوف معكم هذا التقرير ونرجع نواصل. واربعين شهر قضتها آنا اللي عاشت وتربت في جنوب أفريقيا في مرسمها بين ألوانها ولوحاتها, ارسمت ولونت وخطت أحاسيس ومشاعر عاشتها وخاضت كل تفاصيلها من خلال لوحات متنوعة انقلت من خلالها أدق تفاصيل وملامح حياتها اللي عاشتها على أرض البحرين. I came to Bahrain with my husband in 2008. جيت للبحرين مع زوجي سنة 2008 وتخرجت من كلية متخصصة في الفنون الجميلة في بلادي, ومنها بدت رحلتي كفنانة ورسامة متخصصة في الإلستريتر عن بعض مشاهداتي في البحرين. ومن رياح الشمال ياد الانطلاقة اللي انقلتها آنا إلى عالم الخيال والإبداع في أرض الجمال أوال, وخلتها تخلق شخصية عريقة تغوص بها في أعماق بحر السحر وتصيد من وراها اللولو والدانات في رحلة أقل ما ينقال عنها إنها مليانة بالتحدي والصعوبات والتعب. Four years later,
بعد وصولي للبحرين بأربع سنوات انتهيت من أربع كتب كرتونية مصورة مختلفة. الإقبال كان ممتاز من الجمهور البحريني وجمهور المملكة العربية السعودية بعد والدول الخليج بشكل عام. هل تعتقدين أن هالرسومات ممكن أنها تكون مشروع فيلم سينمائي أو شيء من هالقبيل في المستقبل؟ Yes, there's a great... نعم، هناك عدد من المجموعات المتحمسة لخوض هالمجال، وخاصة فيما يتعلق بالألعاب الإلكترونية أو التطبيقات المختلفة على الإنترنت، وهي أكثر انتشاراً ومتابعاً من الشباب. أما الخطوة الجاية فراح تكون عبارة عن مشروع سينمائي. At the end of that, a movie would be amazing. رسومات ولوحات فنية كثيرة رسمتها آنا بكل شغف وحب، وانقلت من خلالها تجربتها وانبهرها بقصص الأوليين وتاريخ وتراث أجدادنا، وضمنتها في منتج بحريني متكامل لتكون مرجع فني ينقل تاريخ وأصالة الماضي في شكل جذاب ومعاصر، ويوصل الشخصيات الفلكلورية البحرينية الأصيلة للعالمية. البحرين خلال السنوات القليلة الماضية خاضت مراحل متطورة ومتقدمة في المجال التنافسي والإبداعي والفني، وهي خطوات متسارعة بالمقارنة بغيرها من دول العالم، واللي أهلتها للتنافس معاهم، خاصة وأنها تملك الكثير من الموهوبين البحرينيين. Definitely loads of talent and they're just waiting to start doing their stuff and get it out. فعلاً تقرير رائع ومميز ومعبر، ويوصل إش كثر الفنانين وحتى المقيمين من الجنسيات والجاليات اللي عايشة بالبحرين يحبون هالأرض وينعمون بخيرها ويشوفونها مثل السحر. الله يديم على هالبلد الأمن والأمان. الحين خلونا نرحب بضيفتنا على الهواء الفنانة أنا ثكري. Welcome to Rai TV show. السلام عليكم. عليكم السلام. Let me start with what drew your attention about Bahrain to start your business. To start my business, my husband and myself, we moved here. He got in 2008 and he got a job here, and I came, and obviously art has always been my business, and I just was so fascinated by Bahrain's art and culture and things like that I had it to start something creative. Great. I will translate to our audience. تقول إن هي انتقلت في عام 2008 وتم تكليفها بإنجاز عدد من اللوحات الفنية، وتقول إن هي قدمت هذه الرسومات بطريقة خلاقة. ويات هي هني وزوجها، وأثناء القيام بهذه المهمة بدأت ترسم أول ملامح القصة مالتها اللي هي اسمها شمال. Right? Let's go to شمال. I hear that you are really in love with our traditional heritage. Okay, tell me more. What is the secret behind this passion? The passion, I have loads of Bahraini friends, and they came and they told me the stories about Ahmar, or all the pearl divers. I really get surprised when I know that you know Ahmar. It's funny because the more I speak to expats, the more I actually teach them about this, so that they learn about Bahrain and they learn about the GCC and all the legends and things like that. So. Yeah. It's good. Yeah. Okay, great. تقول انها تحب البحرين وتراثها، وتقول انها عندها عدد من الاصدقاء اللي قاموا ب يعني اخبارها بعدد من القصص المحليه والشخصيات المحليه، وكلموها عن ام حمار، وبدات ترسم ملامح تبتدي الكتابه من هذه الدوافع او من هذه القصص. To really surprise everyone that you know ام حمار. How it looks like. It started, I have a, everybody that they email me and they have a different version of the story. Mm-hmm. So what you get is my version of it, which is the layman's, the expat view. Mm-hmm. It's not exactly, but this is how I think of it, and I thought she would make the best villain. سألتها عن هي شلون تشوف شخصية أم حمار، فقالت إن هي تلقت عدد كبير من الإيميلات من أصدقائها، كل واحد خبرها بقصة، لكن هي رسمت ملامح هذه الشخصية من واقع خيالها، وراح تكون إن شاء الله موجودة في الكتاب. Let's talk about your شمال. What is the content of the شمال؟
The story itself is pre-Dolmen era. So it starts off with a marauding group of pirates that actually on a dhow is on the way with their, on the spice route. Mm-hmm. But their ship runs aground on the beach in Bahrain. So the story is that there's two brothers and they are the leaders of the gang, and they had a fight. So the elder brother wants to teach the younger one a lesson. So he buries him underneath the tree of life. Okay. But he doesn't want to kill him, he just wants to teach him a lesson. But unfortunately something happens to him and he couldn't get back to save his brother. So then we skip to present day Bahrain and something happened with the excavations and stuff at the Tree of Life and he's still alive. So the story goes on from amazing. There. Yeah. Interesting. سألتها عن قصتها وشنو هو محتواها فقالت لي أن القصة عبارة عن عصابة أو القصة كانت تتكلم عن حقبة ما قبل دولمن. كان في هناك عصابة متخصصة في السرقة مرت بالبحرين عشان تبي كانت تروح الصين لكنها توقفت في البحرين وصار في صراع بين الأخوين اثنين وكان الأخ الأكبر يبي يعلم الأخ الأصغر درس عشان يقومه فقاموا ربطه بيم شجرة الحياة وما كان في بالهم انهم يقتلونه بس هو كان يبي يعلمه درس في الحياة بس قام الأخ الأصغر وذبح روحه يمن كان عند شجرة الحياة لكن شجرة الحياة أعادت له الحياة وعقب ترجع القصة إلى العصر الحديث ويطلع فيه أن هناك بعض المحققين اللي يكتشفون أسرار هذه الجريمة وأن شلون ردت الحياة حق هذا الأخ. أتوقع أن هذه القصة بتكون من قصص الخيال الجميلة جدا والأجمل منها أن هي فعلا تتكلم عن واقع أو عن تاريخنا بطريقة معاصرة تشابه القصص الحديثة اللي إحنا نطالعها في السينمات العالمية. I wish that we really have this story as a movie because we are really grateful that we have our traditional and our heritage involved in your story. Thank you, Anna. شكرا. Thank you. وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم وفعلا احنا نأمل ان تتحول هذه الرواية الى قصة سينمائية تنقل البحرين نقلة إبداعية في المجال الإعلامي وفي المجال السينمائي وتوثق بشكل او بآخر المعالم اللي عندنا الثقافة الموجودة وتاريخنا بلا شك. شكرا لكم وتصبحون على خير.